اول شيء قبل ما ابدا الفيديو احب ان اخبركم اني نزلت فيديو عن اهم 10 نصائح لتربيه الهامستر في قناتي الثانيه، ستجد الرابط بصندوق الوصف، اتمنى تشوفوه بعد هذا الفيديو وخصوصا بالنسبه للمربيين الجدد. السلام عليكم يا احلى عائله في اليوتيوب، عدت اليكم بفيديو عن الهامستر. ساتكلم عن مشكل رائحه الهامستر، فاذا كنت اول مره تشوف الفيديو اتمنى تشترك في القناه وتضغط على زر لايك، وكمان اذا عندك سؤال بخصوص الهامستر اطرحه في التعليقات، ربما اختاره واجاوب عليه في فيديو خاص. وبناء على هذا التعليق وكثير تعليق بتسأل عن نفس الموضوع، قررت أنزل فيديو تاني وأجاوبكم، لأنه سبق وتكلمت عن هذا الموضوع من شي 4 سنين، فقررت أني أعيد المعلومة بالنسبة للمربيين الجدد. فيلا نبدأ الفيديو. فأول شيء يجب أن تتوفر على قفص كبير، يكون زجاجي أو بلاستيكي لا يهم، المهم المساحة الكبيرة. القفص اللي عندي حالياً طوله 1 متر وعرضه 40 سنتيمتر. بنظف هذا القفص مرة كل أسبوع، وما بتطلع لي منه ريحة مثل الأقفاص الصغيرة، لأن الأقفاص الصغيرة مثل هاي بتتوسخ بسرعة، كل يومين لازم نغير نشارة الخشب وننظف القفص. لكن بالنسبة للأقفاص الكبيرة يحتاج تنظيف مرة واحدة في الأسبوع فقط، وما بتطلع ريحة مثل ما بيطلعها القفص الصغير. يعني جوابا على سؤالك كيف أتخلص من رائحة الهامستر، الحل مرة بسيط. إذا عندك القفص صغير غير النشارة كل يومين، إذا عندك القفص كبير غير النشارة مرة في الأسبوع، أو ممكن تتفقد المكان اللي فيه البلل في القفص كل يومين أو 3، تشيل النشارة المبللة وتعوضها بواحدة جديدة، لأن الهامستر يبلل مكان واحد بس في القفص، يختار المكان على الأساس كأنه مرحاض ويبلل هذا المكان فقط ولا يبلل القفص كله. بس هذه هي الطريقة لكي نتخلص من رائحة الهامستر. طيب سؤال، ما سبب رائحة قفص الهامستر؟ الجواب واضح جدا، السبب هو المربي. إذا نحن كمربيين تأخرنا في تنظيف الأقفاص أكيد حيطلع منه رائحة كريهة. يعني أي قفص كان، قفص طيور، قفص خنازير غينيا، حتى صندوق الفضلات بتاع القطط، إذا ما نظفناه هيطلع الريحة. يعني السبب هو إحنا كمربيين، بدك تتخلص من الريحة الكريهة نظف القفص وهيك حتتخلص من الريحة. أتمنى تكونوا استوعبتوا الفكرة. والفيديو هذا للمربيين الجدد، لأن المربيين القدامى واللي متابعين القناة منذ 5 سنين أكيد حيكونوا أخطأوا وتعلموا من أخطائهم مثل ما أنا اتعلمت من أخطائي. أتمنى من كل واحد شاف الفيديو يكتب في التعليقات ويجيب عن هذا السؤال، كم من سنة وإنت بتربي الهامستر؟ أنا 5 سنين وأنا أربي الهامسترات. فلهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تزوروا قناتي الثانية وتشوفوا الفيديو لأنه مرة مهم بالنسبة للمربيين الجدد. أترك الرابط في صندوق الوصف. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله، مع السلامة.